لاحظ حبايب قلبي، شوف هاي اللي قدامنا، هاي المدينة مائية كاملة. حياتنا حبايب قلبي، صباح الخير إن كان صباحا ومساء الخير إن كان مساء. اليوم جيتكم بمنطقة حلوة كان وتنا ومن مول لامين وونغ، وهذا سنترال همين مول وسنترال، وراح اشوفكم المنطقة اول شيء من برا نستكشفها، بعدين ندخل نشوف هاي الاساطير الموجودة هنا. تحياتنا حبايب قلبي، ومثل ما تشوفون هاي المنطقة وهذا الاسطورة اللي قدامنا. الصراحة هذا مول لامين وونغ، هذا جميل جدا 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 جميل يا حبايب قلبي، وان شاء الله راح تستفادون من هاي الجولة هواي امور وهاي شغلات من هذا الاسطورة. الصراحة انا اسميه تحفة، تحفة فنية. هذا جمال المول، ذا مول. هذا ماركت خاص بالمول. نروح ندخل نشوف شكو ماكو يا حبايب قلبي. ريكاب اشوف حاس وتدخل داخل هذا السنتر، هذا ستاربكس. اول ما تدخل يلاقيك ستاربكس. نعم ناخذ لكم جولة، هذا الكاونتر فود. كلش جميل هذا، لاحظ هذا مال شو اسمه ماركتينج، نفس السنترال وو. جديد لاحظ، لاحظ الديزاين حبايب قلبي. لاحظ المصعد، صراحة جميل والله، هذا حلو. هاي احنا كله في الطابق الأرضي حاليا. شوف حبايب قلبي هاي القعدة، هاي القعدة المجانية، هاي لا تابع للمطعم ولا تابع للمول. الصراحة تجي تقعد هنا الباركينج اللي برا، باركينج الخاص بالمول. لاحظ حبايب قلبي كله بورش. اوكي صراحة تحفة، أول مرة أجي أنا، وبالمناسبة وهذا جديد، قبل فترة انفتح يعني، مو هواي، ما متأكد، لكن ما صار له هواي. ابقوا وياي، الجولة مستمرة وان شاء الله راح تستانسون بالاستكشاف الاماكن الحلوة اللي جاهزة وتنتظركم. تحياتي.
وهذا قسم الملابس الماركات العالمية. وما أدراكم الماركات العالمية؟ شوف حاطينه بالجنفانة. هاي 70% تخفيض. والله عم عاشديهم. هذول أخواننا اليابانيين. ما أعرف يابانيين كوريين ما. جولتنا مستمرة يا حبايب قلبي. شوف اكو تلقيح هنا أنا. هاي العلامة تدل على التلقيح. اكو تلقيح بهذا المول طبعا. عرفت هاني من رحت البيت هاي. تحياتي. ابقوا ويانا يعني الجولة مستمرة وهذه الماركات العالمية يا حبايب قلبي. اديداس، لوفوش، بوما. هنا حل الوخود. شوف هذا، شوف حبايب قلبي. نختار هذا المكان. شوف العشاق هذه الأحذية العالمية والماركات العالمية يا حبايب قلبي. صديقة شوفوا حبايب قلبي. هذا لن يؤبر ذاك. بعد ما شفنا الأحذية ابقوا ويانا جولة مستمرة. عمي هذا شنو هذا؟ هذا يخبل صراحة يخبل يخبل. تحياتنا. خلنا نصعد بالكيل اخونا ولو تلقيح اني قريب موعد ان شاء الله. وبالمناسبة على طار التلقيح، تايلاند بدأت تلقح الاطفال، وعندي فيديو صديقي ابن صديقي لقح بحضور رئيس الوزراء التايلندي، وهم راح ارفقه شوفوا الاجواء. تحياتنا. يلا سمي بابا سمي. لا تطلع عليه، طلع عليك لي وجهك كذا. بسم الله بسم الله. لا تخاف لا تخاف. بس بيت تبيت طلبت. صراحة هذا تحفة. شوف ديزاينه حبايب قلبي. شوف حبايب قلبي الأحذية هاي إيكو. لاحظ الإيكو. تحياتنا. جولتنا مستمرة في هذا الصورة صراحة حبايب قلبي. جميل جدا جدا. يعني من تجي هاي المراكز التجارية بتايلاند يا اخوان ترتاح من قد ما عملاق، من قد ما بها اشياء حلوة جميلة.
يا حبايب قلبي، جولتنا مستمرة في هذا القسم، الصراحة قسم أسطوري أسطوري. قسم أسطوري من الماركات العالمية سبورتس. يا حبايب قلبي والله يا أخوان، حلو حلو حلو. لا شيء احلى من شيء، ماركه احلى من ماركه. جذب، اكو عمليه مغناطيسيه من تجي هنا. تحياتنا لكم من هذا القسم الخطير صراحة. صاعدين فوق، فلاري بتونس وياي بهذا قسم الملابس والماركات العالمية، يرد النفس. يعني ما ودك تطلع فارغ صراحة، تجي هنا ما تطلع فارغ، مستحيل. شوف حبايب قلبك شاشات العملاقة بقى الديزاين. حبايب قلبي هاي مكتبة، تحياتنا اخوان. لاحظ هاي الجلسات، شوف هذا صديقنا الدب. صراحة كلش حلو. لاحظ حبايب قلبي، لاحظ الجمال. لاحظ حبايب قلبي، شوف هاي اللي قدامنا، هاي مدينة مائية كاملة في الطابق السابع. شوف حبايب قلبي، نصعد فوق. شوف هاي بالسطح الطابق السابع، باي بقلبي. هذا قسم السينما باع بهذا المود، باع باع الجلسة هنا من تجي تنتظر. اشكال السينمات، الافلام سينمائيه تشوفها، وهاي هنا كشك تشتري من عنده شغلات تتسلى بيها وانت تستمتع بمشاهده الفيلم. تدخل من هنا تفحص وتدخل على
الفيلم السينمائي اللي تريده. هاي تقطع التكت. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله جولاتنا مستمرة من هذا المكان. الصراحة أسطورة، والأفلام السينمائية الموجودة شغلات غريبة صراحة. راح أقطع تكت وأدخل أشوف الفيلم السينمائي اللي أنا جيت وتعنيت، لأنها شوية بعيد، وإن شاء الله بالمستقبل تجونا وراح تقولون لي ألف رحمة على والدك على هالمول المكان والسنتر المعدل. تحياتي، أشوفكم حلقات قادمة، أبقوا أنا ودعمونا باللايك، واللي ما مشترك ويحب يشترك يشوف محتوانا يشترك ويفعل الجرس. سلام.